خلال موسم أمطار الخير في مملكة البحرين تولي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اهتماما خاصا بشبكة الطرق والحفاظ على سلامة مرتاديها. وللتعرف أكثر على الجهود التي تبذلها الوزارة بهذا الشأن معنا على الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك، وما هي أبرز الخطوات التي قامت بها الوزارة لمواجهة الأمطار؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نهنئ الأخوات والأخوة المشاهدين والمواطنين أجمعين بذكرى ميثاق العمل الوطني ونمسيهم بالخير. بالنسبة إلى موضوع تواصل هطول أمطار الخير على المملكة والتوقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع، تواصل فرق الوزارة اجتماعاتها وزياراتها الميدانية لمختلف مناطق المملكة للكشف الميداني على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية والمناطق الداخلية والأحياء السكنية بتعاون وتنسيق تام مع الأخوة في المجالس البلدية وأيضا مع الأخوة في وزارة الإسكان للتعامل مع التجمعات مياه الأمطار واتخاذ ما يلزم لتقليل تأثير هذه التجمعات على حركة المرور وأيضا على حركة التنقل للأخوة والأخوات المواطنين. نعم، لقد قامت الوزارة بتوجيه كافة العاملين والمسؤولين على سرعة التعامل مع البلاغات التي تصل إلى المواطنين مباشرة عبر قنوات التواصل أو عن طريق الأخوة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومحاولة التعامل معها في وقت قياسي. نعم. سعادة الوزير، هل هناك استعدادات مسبقة لهذا الموسم؟ الواقع أن استعدادات الوزارة هي على مدار العام. نحن لا نبدأ يعني نعتمد على فقط موسم الأمطار، لأن الكثير من أعمال الاستعدادات تحتاج إلى وقت، خاصة بالنسبة إلى أعمال الصيانة وأيضا أعمال التشغيل لشبكة تجمعات المياه، شبكة المجاري أو شبكات مياه الأمطار، تحتاج إلى تواصل على مدار العام وأيضا من أعمال تنظيف وأعمال الصيانة وأعمال خاصة الكشف على محطات الضخ وما إلى ذلك. خلال أو تتواصل جهود الوزارة في إنشاء عدد من شبكات فرعية لتجميع مياه الأمطار وأيضا إنشاء أحواض لتجميع هذه مياه الأمطار خاصة في المناطق اللي هي بعيدة عن البحر، فبالتالي نجمع هذه المياه في مناطق محددة وثم نستخدم الصهاريج كوسيلة اقتصادية للتخلص من هذه. هناك أولويات إلى الوزارة بالنسبة إلى هذا الموسم وكل المواسم. في مثل هذه الأيام الماطرة طبعا هناك أولويات يجب أن احنا يعني ناخذها في الاعتبار، من أهمها هو الحفاظ على حركة السير بالنسبة إلى الطرق الاستراتيجية والطرق الرئيسية لأنها تخدم أكثر شريحة من المواطنين على أساس أن حركة المرور مرتفعة جدا عليها وهي اللي تصل المناطق. أيضا من أولويات الوزارة هو الحفاظ على شبكة الصرف الصحي، لأن أي فيضان لا سمح الله يصير في أي منطقة لشبكات الصرف الصحي إلا تداعيات لا سمح الله بيئية وصحية. وبالتالي وأنا أبغى أنتهز هذه الفرصة أن
كرر ما تقوم به الوزارة من توعية إلى الأخوة المواطنين بعدم رفع أغطية المجاري وللتخلص من مياه الأمطار، لأن لها آثار سلبية على تشغيل شبكة الصرف الصحي. نعم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.